صباح النور. كيفك؟ صباح النور نبيل. صباح النور. كيفك؟ الحمد لله ماشي الحال. عرفنا على الصبية، عرفينا على حالك. لوسي. نعم. دايما كانت معي هذيك الحلقة. نعم. كانت عم نحكي عن البشرة السمراء، كيف منعالجها بالكريم الأساس. نعم. اليوم رح نحكي كيف بتتم عملية توسيع شكل العينين وعطاء الشكل اللوزي. نعم نبيل، دائما ما يروج له أنه العيون الصغيرة سهل أنك تعملها المكياج بخلاف العيون اللي أكبر أو العيون الكبيرة، صحيح الحكي أو لا؟ يعني أنا بالنسبة لي كل حالة معينة. نعم. في إلا أكيد المعالجة خاصة فيها. نعم. طيب شو هي الخطوات اللي بنقدر انه نوسع فيها العين مثل عين لوسي؟ يعني عين لوزية صغيرة. عين لوزية صغيرة، نحن في شغلة انه بنلاحظ انه شكل الوجه هو بيضاوي، مشان نعم. هيك نحن قد ما فينا نطول العينين. نعم. بنحصل هيك ساعتها على وسع اكثر. نعم. هلا بنلاحظ انه نحن قبل كمان حضرنا البشرة وحطينا شوية ماسكارا. هلا اللي عم بعمله أنا إنه الجفن المتحرك. نعم. فتح لونه، لأنه بهذه الطريقة بكون أنا طلعت العين لبرة أكتر. نعم. بس طلع العين لبرة أكتر ساعتها بكون صار فيك أنت تمديها لبرة. نعم. دايما نحن منشوف شغلة إنه منفتح المنطقة اللي هي تحت الحاجب. بس بدنا ننتبه لموضوع انه ما نوصلها للاخير، لانه في حال وصلناها للاخير للجلد لهون. نعم. اللون الفاتح ساعتها العين تنزل. آه. بتبطل تبين. نعم. ممدوده لبرا. يعني دائما بس موضوع انه ما ينمد اللون الابيض لتحت الحاجب بشكل كامل، هو بس بيقتصر على العين الصغيره اللوزيه او على كل العيون انت على تنصح فيها؟ على العين الصغيره، لانه في شغله بتكون مساحتها بالعرض. نعم. منها كثير كبيره. نعم. هل بيأثر موضوع المكياج على موضوع المسافة بين الرموش وبين الحاجب؟ يعني بيختلف هذا الموضوع؟ بيختلف هذا الموضوع بشكل أنه دايماً أنت عندك مفروض يكون عندك حجم هون عين وهون حجم العين، بيناتهم المفروض يكون في حجم عين. نعم. يعني بعرض الوجه دايما لازم يكون في عندك 3 عيون. نعم. على هيدا المبدأ بتشتغلي حتى يكون صار في عندك المقاسات المضبوطة حتى. نعم. يبينهم مركزهم مضبوط بالعين. مه. هلأ حطيت اللون الفاتح، رح أرجع حط كمان لون هيك شوي خمري. نعم. على عظمة العين. مه. بهيدي الطريقة هالعظم النافرة. نعم. ساعتها أنا بكون دخلتها شوي لجوة حتى أعطي شكل انسيابي للعين. نعم. وبتلاحظي أنه كمان عم طلع الآي شادو لبرا، لأنه هلأ بس حط البلاش ساعتها بينخلطوا كلهم ببعضه. وكأنه صار مسموح بهالصيحات الموضة الجديدة بأنه ينوضع هاي الألوان القوية مثل الخمري على لون بشرة سمراء. مزبوط. صحيح. يعني مزبوط. كان من قبل بتحسه انه مش يعني مش قبل الوان ترابيه كانوا. نعم. يروحوا اكثر للبشره السمراء. هلا في شغله انه هذا اللون الخمري هو يمكن بنشوفه شوي قوي، بس دائما وقت اللي بدك تفتحي البشره السمراء بدك تستعملي الوان محمره. بس استعملي الوان محمره ساعتها بتكوني انت اعطيتيها اضاءه اكثر. نعم نعم، جميله هالمعلومه. طيب بالنسبة أنا كنت سألتك عن موضوع المسافة بين الرموش وبين الحاجب، هالمسافة كبرها أو صغرها قديه بيساعد بموضوع المكياج واستخدام الألوان الداكنة؟ مزبوط. إذا ما في عندك مسافة كتير بين العين والحاجب. نعم. أفضل ما تستعملي كتير ألوان داكنة. أه. لأن بتبين العينين غائرة لجوا. نعم. وساعتها بتصغر النظرة أكثر. نعم. طلع فوق. هلأ نحن عم نحدد مساحة العين. غمضي. لاحظي انه على كعب الرموش. نعم. عم نحدد نحن بلون غامق اسود. هلا طبعا ما استعملت اي لاينر حتى فرجي. بدي اسالك ليه ما استعملت اي لاينر؟ يعني هو الاي لاينر كانه بس استعملي اي شادو كانه. نعم. عم تستعملي اي لاينر. نعم. يعني هو الاي لاينر هو تحديد للعين. بس كأنه الآي شادو لما تستعمله أو ظلال العيون لما تستعملها فوق الحواجب، عفوا فوق الرموش، كأنه بتعطي نظرة دافية أكثر، يعني أكثر من موضوع الآي لاينر، بتعطي أقل تحديدا. يعني. نعم. فيك تستعملي هيدا الميك اب للنهار. بس أنا لأنه في شغلة اليوم بدي فرجيهم كمان قديه نحن بنقدر بشكل الرموش المستعارة بنقدر نشتغل نحن على حجم العين. نعم. طلع فوق. مشان هيك ما بدي احددها كثير لل
للنظرة. نبيل، بنقدر انه نحافظ على شكل العين اللوزي بالمكياج اللي انت عم تعمله، يعني ما يروح شكل العين او يصير متماهي مع المكياج؟ اكيد، يعني في شغلة بدنا ننتبه لانه في عندك يعني الانحناء تبعه للعين هو اللي بيفرض انت قد ايه بدك تعرضي اللون الغامق وقد ايه بدك ترفعي اللون الغامق. نعم. يعني هون اذا انت جيتي رسمتي اول العين بلون غامق وعريض، توصلي اخر شيء انه في عندك العين صارت بدل ما تكون لوزيه صارت دائريه اكثر. نعم. لاحظي قد ايش هيك لمسات خفيفه عم تغير بشكل العين. نرجع بعدين ندمج اللونين ببعضهم. نعم. طبعا تعطي بعد وسع للعين. نعم. بالنسبة للكحول بالعين اللوزية والصغيرة، أنت بتنصح فيه أكثر أو الكحل الأسود أو الكحل بألوان مختلفة أو الفاتح؟ هلأ لأنه فاتحة العين منا كبيرة وبدي وسعها أكثر، أفضل ما أستعمل لون داكن. نعم. رح تشوفي هلا كيف مثل اي لون مثلا نبيل. رح استعمل انا اللون البيج المطفي. لون البيج المطفي، شوفي قد ايه رح يعطي فرق بين اول عين. نعم. بين اول عين والثانيه. بتشوفي انه هيدي صارت النظره عم تعطي وسع اكثر. نعم. هيديك طبيعيه اكثر. طبعا رح تحط لها رموش مستعارة. رموش مستعارة. ما تبقى لنا كتير وقت، دقيقة واحدة. هلا بتشوفي نحن كنا قبل ما ندخل على استوديو حطينا بعض الماسكارا على الرموش. نعم. هلا بإضافة الرموش المستعارة رح تشوفي الفرق أكثر. ولكن ايضا من غير الرموش المستعاره بيزبط هالميك اب وبيكون كمان شكله حلو. يعني في شغله انه بلا رموش مستعاره بتعملي مكياج للنهار. نعم. مع رموش مستعاره بتقلبيه لمكياج ليلي. نعم. اذا نبيل مخول الخبير خبير التجميل، بدي هيك اسالك عن خلاصه سريعه بهالمكياج تقول لي اياها قبل ما نروح على فاصل اعلاني. يعني هي خلاصه هذا المكياج، وقت اللي بدك توسعي العينين وتعطيهم شكل لوزي، بدك ترسمي بس زاويه العين بلون غامق حتى. نعم. تعطيها امتداد اكثر. بتكتري الماسكارا او بتضيفي رموش المستعاره. وبترجعي بعدين بتزيدي قلم فاتح بقلب العين او ملون مش اسود. نعم. حتى تعطي وسع للنظره اكثر، وبالتالي بدك تحافظي كمان على الشكل البيضاوي للوجه حتى يكون في عندك وجه بيضاوي عينين لوزيه حتى تاخذي الشكل المناسب 100% للكاميرا. يعني خبير التجميل نبيل مخول، ولك لوسي شكرا كثير على حضوركم معنا.